السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هنحلل دلوقتي ماتشات الساعة 4 من الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. الماتشات اللي حصل فيها معظم كل المباريات حصل فيها أهداف ما عدا مباراة واحدة اللي هي برينتفورد وبورنموث، خلصت 0-0، المباراة الوحيدة اللي ما دخلش فيها أهداف. جولة اللي تألق فيها جدا تروزارد في برايتون اللي أحرز 3 أهداف في ليفربول. الماتش اللي خلص 3-3 اللي هو ماتش التعادل الثاني، يعني الماتشين خلصوا تعادل كمان المباراتين دول، خلصت 3-3 في الجوله اللي تألق فيها جدا تروزارد من برايتون اللي قدر يحرز هاتريك في الانفيلد في ليفربول، وفيرمينيو اللي قدر يجيب جونين وجون جه جون ذاتي جه فيهم في برايتون، فخلص الماتش 3-3. كان ماتش كويس جدا، ظهر فيه تروزارد، ظهر فيه فيرمينو، كان ماتش كويس جدا، خلص 3-3. محمد صلاح كل اللي عمله في الماتش ده ان هو ادى اداء كويس لحد ما، كل اللي عمله المساهمه اللي عملها اللي هو الاسيست الهدف الاولاني اللي فيرمينو. ده ماتش خلص 3-3 والماتش 0-0 برينتفورد وبورنموث. عودن احمد لاوباميانج مع تشيلسي، انضم لتشيلسي في الانتقالات اللي فاتت، قدر ان هو النهارده بيلعبوا كريستال بالاس، قدروا ان هم الماتش يخلص 2-1 لصالحهم، جون بلاس 90. احرز اوباميانج اول مباراه يلعبها او اول مباراه يبدا فيها قدر ان هو يحرز هدف تعادل، والماتش خلص بلاس 90 في الدقيقه 90. ماتش الاول لجرهام بوتر المدرب اللي كان بيقود برايتون، اول ماتش يؤدي فيه، اول ماتش يمسك فيه الفرقه فرقه تشيلسي، وخلص كان ماتش خارج اوت، وده عوده لتشيلسي. الماتش كده في ماتش الثاني او الماتش الرابع اللي كان فولهام في ارض فولهام، خسر من نيوكاسل يونايتد في ليله تالق الميرون، خلص 4-1. حصل حاله طرد هي اللي عملت الربكه في الماتش اللي حصلت اللي خلت نيوكاسل يركب الماتش، خلص 4-1. الماتش الاخير كان معانا اول فوز لايفرتون في الجوله التاسعه، قدر ان هو يكسب بره ارضه وخارج قواعده ساوثهامبتون 2-1. وبكده الخمس ماتشات بتوع الساعه 4، تالق تروزارد في برايتون، تالق فيرمينو في ليفربول، تالق الميرون مع نيوكاسل يونايتد. لاعبتنا المصريين النهارده محمد صلاح عمل اسيست، ترابزون كسب 2-1، كان بيلعب خارج ارضه مع كاسار سبورت، محمود حسن تريزيجيه خد انذار على فكره. العوده النهارده التهديفيه لعمر مرموش، عمر مرموش النهارده قدر ان هو يحرز هدف في مباراته ضد الفرقه اللي كان بيلعب ضد شتوتغارت اللي كان معار ليها السنه اللي فاتت، اول هدف يحرزه السنه دي، كسبوا 3-2، واول فوز لفولفسبورغ هم كانوا في المركز قبل الاخير بيتساوى مع شتوتغارت، وقدر ان هو يتقدم لنهايه باقي الجولات. كده خلصنا النهارده الماتشات الساعه 4، خمس ماتشات بتوع الساعه 4 في الدوري الانجليزي، 2 تعادل و3 مباريات خلصوا بفوز، مفيش مباراه خلت من اهداف غير مباراه برايتون وبورنموث. لاعبتنا المصريين النهارده محمد صلاح اسيست، عمر مرموش جون، محمود تريزيجيه انذار. السلام عليكم.